في السنوات الماضية رأينا ديفيد بيكهام في إعلانات العطور وثياب الداخلية، نكاد ننسى أن مهلته الأصلية هي رياضة كرة القدم. خاض مسيرة رياضية كبيرة وها هو يحمل كأس الأندية الأوروبية. سأستعرض معكم بدلا من التفرغ لإعلانات الجيل والملابس الداخلية، يبدو أن بيكهام قرر العودة إلى الملاعب التي اكتسب شهرته منها. هذا الحلم ليس فقط لي ولنا كأعضاء نملك الفريق، بل هو حلمكم أنتم المشجعون. على مدى السنوات الأربع الماضية تحدثنا عن احتمال قدومنا إلى ميامي، ومنذ ذلك الحين تلقيت ترحيبا واستعدادا من محترفين للعب معنا. هذا كان نجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي سابقا، وقد أعلن عن تأسيسه مع آخرين لفريق كرة قدم جديد في ميامي في ولاية فلوريدا. هذا الفريق سيتنافس ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم. المشجعون لجأوا إلى هذه، ليست التغريدات التي أريدها، لكنه لجأوا إلى الترحيب بهذا الفريق. صفحة الدوري الأمريكي على تويتر غردت احتفالا بفريق بيكهام وبأنه سيتنافس في دوريين. أولا، صفحة مشجعي بيكهام أيضا تنشر معلومات عن النجم وعن الخطط لبناء ملعب سيكلف 250 مليون دولار، قائلة إنه سينشط أو سينشط المنطقة السكنية التي يقع فيها وهي أوفرتاون. وطبعا من الأنباء عن إنشائه لفريق جديد، بدأ المشاهير في الولايات المتحدة تقديم الدعم له عبر رسائل متعددة. Congratulations. Welcome to Miami. You know, hey, if you need anything, just let me know. You know, that's kind of my town. Grande abraço e parabéns mais uma vez. Boa sorte. On a serious note, though, you need a striker, I'm the guy. You need goals, I'm the guy. All right, I got you. And I'm so excited. So, welcome to Miami, neighbor. Congratulations, Marcelo. Congratulations, DB, on the new Miami team.